كتابة معادلة المماس. معادلة المماس في النقطة اللي كيف ما قالوا لينا اللي هي في النقطة واحد، في النقطة واحد كيف ما كنعرفو اف بريم اش كتساوي ليا دو اكس، عطاتني هنا اللي هي ان سور اكس ان موان الين دو اكس مربع. الا جيت عوضت ب اف دو اف بريم دو ان تعطيني اللي هي ان سور ان فوا ان موان الين دو ان صافي زيرو، يعني ان سور ان يعني ان. مفهوم الشباب؟ الين في الواحد كيعطينا زيرو، واحد ناقص زيرو صافي ان، واحد مربع اللي هي واحد دونك ان. مفهوم؟ وكنعرفوا المماس المعادلة ديالو في واحد النقطة بالضبط اللي هي اف بريم دو اكس زيرو اكس موان اكس زيرو بلس اف دو اكس زيرو. مفهوم الشباب؟ سيتادير كو في الأفصول واحد، يعني غنعوض اكس زيرو بواحد، يعني المعادلة ديال المماس غتساوي لي هي اف بريم دو واحد، اف بريم دو واحد فوا اكس موان واحد موان زان بلوس اف دو واحد. اف دو واحد غنمشيو نعوضوها في اف غتعطيني كتساوي ليا زيرو، و اف بريم دو ان كيف ما حسبناها كتساوي ليا واحد، يعني ايكغيك غتولي المعادلة ديالو اللي هي واحد عامل دي اكس موان زان. مفهوم؟ بلوس اف دو ان صافي زيرو، يعني ملي غادي نحسبو الين دو ان سور ان موان الين دو ان تعطيني هنا زيرو سور ان دونك زيرو. مفهوم الشباب؟ دونك هذا هو هذه هي المعادلة ديال المماس في النقطة ذات الإحداثيات واحد اف دو واحد اللي هي زيرو. مفهوم الشباب؟ يعني ماشي بالضرورة دابا، هذه غير مماس، مماس في واحد النقطة بالضبط، يعني غيبدا من ديك النقطة بالضبط وغادي يطلع ولا غادي ينزل. مفهوم؟ ندوزو دابا السؤال الخامس اللي هو دراسة الانعطاف ديال الدالة اف او يعني بحساب اف سكوند. مفهوم؟ دونك خامسا الانعطاف، يعني اف بريم راه دالة قابلة للاشتقاق، يعني كنمشي ندير اف سكوند، و اف سكوند باش نحددها كنمشي نحسب اف بريم، او بالاحرى خص تكون عندي اف بريم خص ندير لها المشتقة ديالها، يعني اف بريم خص تكون قابلة للاشتقاق، يعني خص نقول بان اف بريم قابلة للاشتقاق على المجال اي نفسه، حيت هو فاش غادي هو فاش كندرسو نيت. علاش؟ حيت كيف ما كنعرفو راه اف كتساوي ليا ان سور ان موان الين دو اكس. مفهوم الشباب؟ هادي هي اف بريم. دابا هاد الدالة هادي غنديرو ليها المشتقة، عندي اكس قابل للاشتقاق ان موان الين دو اكس او كاري، دا هي راه قابل للاشتقاق، يعني دوال يعني مركب دوال او جداء دوال قابل للاشتقاق او خارج مقلوب، لانها مقلوب وجداء دوال قابلة للاشتقاق. مفهوم الشباب؟ ممكن مهما يكون اكس ينتمي الى اي، كنمشي نحدد اف بريم ديال اف بريم، يعني المشتقة الثانية. مفهوم؟ يعني كنمشي ندير الاشتقاق لاش لهذيك الدالة اف بريم اللي هي كتساوي اكس موا اكس الين، او بالاحرى كتساوي لي اكس عامل لي ان موا الين دو اكس لو تو كار، هذه كندير لها المشتقة ديالها. مفهوم؟ وكيف ما كنعرفو الدالة المقلوب ديالها المشتقة ديالها راه ديجا شفناها، يعني بحال المهم راه هي نيت اف على جي لو تو بريم، كندير اف بريم فوا جي موان اف جي بريم على جي كاري، هي نفسها ندير ان سوغ اف المشتقة ديالها. دابا اف هنا كتعطيني واحد، المشتقة ديال واحد صافي زيرو، يعني غتبقى هي لابارتي التانية، و اف كتساوي ليها واحد، يعني غتولي ديريكت موان اف عندي هنا اف فوا اف بريم. مفهوم؟ هاد القضية دي غادي نستعملها. دونك سيتادير اف بريم
او اف مربع، اسمحوا لي اف مربع هنا اف بريم، اعتذر مو اف بريم سوى اف كاري. دونك اف عندي هي اكس فوا يعني مركب ديال او جداء دالتين، يعني غنمشي ندير لها المربع ديالها تولي هي اكس مربع فوا ان موان ال ان دو اكس مربع مربع يعني على بويسونس 4، مفهوم؟ موان اف بريم يعني موان المشتقات دابا ديال هادي اللي لتحت، شنا هي؟ عندي جداء دالتين و اف فوا جي المشتقة ديالهم اللي هي اف بريم فوا جي بلوس اف فوا جي بريم، مفهوم؟ دونك شنو غادي ندير؟ عندي اف اللي هي اكس، اكس مشتقة ديالها اللي هي واحد، يعني غتبقى لي غير لابارتي التانية، يعني موان ان موان ال ان دو اكس لو تو كاري. دابا هاد الموان راه عامل، معامل ديال هادشي كامل الاشتقاق اللي غادي نخدم عليه، بلوس المشتقة ديال نخلي الأولى اللي هي إكس، المشتقة ديال الثانية اللي هي هذه، عندي دالة على بويسونس، يعني كيف ما كنعرفو إف على بويسونس إن، المشتقة ديال اللي هي إن فوا إف بريم فوا إف على بويسونس إن موان زان، ياك الشباب؟ هذه غنستعملها هنا، يعني عندي البويسونس لي دو، يعني فوا دو مضروبة في المشتقة ديال هذه اللي داخل، واحد المشتقة ديالو زيرو، موان إن دو إكس صافي موان إن سيغ إكس، موان إن سيغ إكس. مضروبة في هذه على بويسونس دو موان زان، يعني مضروبة في ان سو ان ال ان دو اكس، صافي مفهوم الشباب؟ دونك نجي نحسبو هادشي، لتحت غيكون اكس كاري ان موان ال ان دو اكس على بويسونس كات، موان هاد البارتي هادي غنحاول انني نعمل ولا نختازل ولا شي حاجة، دونك غتختازل لي هاد اكس مع اكس، موان زان موان دو فوا ان موان ال ان دو اكس فوا هادشي، يعني غادي إلا عملت ب ال ان دو اكس باش نختازل، باش نختازل مع هاد لتحت، إلا عملت ب ان موان ال ان دو اكس، دونك صافي ماشي مشكل نعملوها بشوية علينا، هي ان موان ال ان دو اكس عامل، هنا غيبقى ليا ان موان ال ان دو اكس، ياك الشباب؟ موان دو فوا هاد ال ان دو اكس راه عملت بيها، يعني غتبقى ليا موان دو، مفهوم الشباب؟ دونك هادي تعملات ليا غادي تمشي ليا، يعني غادي تنقص، يعني موان عامل لي ان موان ال ان دو اكس بلس دو، موان هو دخلتو حيت الاقواس دوك هاد اللامات الكبار ودخلتو هاد المعقوفتين حيدتهم ودخلت الموان، دونك بلس دو موان، لتحت غادي تبقى ليا اكس كاري فوا ان موان ال ان دو اكس على بويسونس 3، حيتاش كانت على بويسونس كانت تختازت لي، تختازت ليا مع واحد البويسونس، فهم؟ دونك يمكن ليا نزيد نحاول انني نبسطها، يا دخلت الموان على الموان زان، دونك موان زان بلوس دو صافي، دونك سمحوا لي الشباب، ابون هي هاديك، موان موان دخلات صافي هي هاديك، دونك غتعطيني هي موان زان بلوس دو صافي ان، دونك هي ان موان مع الموان صافي بلوس، يعني بلوس ln دو اكس، مفهوم الشباب؟ على اكس كاري عامل لي ان موان ln دو اكس على بويسونس 3، دونك هادي هي اف سكوند دو اكس، مفهوم الشباب؟ دونك لحد الساعة ميمكنش دابا نزيد مثلا نختازل ولا نعمل ولا شي حاجة، دونك هادشي اللي غتعطيني، دونك خصني ندرس امتى او وقتاش اف كتساوي ليا زيرو، حيتاش نقطة انعطاف هو اف سكوند تساوي ليا زيرو، ياك الشباب؟ دونك مهما يكون اكس ينتمي لإي او زيرو او اتحاد او بلس لانفيني، خصنا ندرسو دابا التغيرات او اشارات هاد اف بريم او اف سكوند، دونك باش تكون اف سكوند دو اكس كتساوي لي زيرو يكفي ان ان مو بلس ال ان دو اكس تكون كتساوي ليا زيرو، ياك الشباب؟ يكفي هاد لابارتي الفوقانيه كتساوي ليا زيرو، هادشي شنو كيعني ليا؟ ان واحد خصو يساوي ليا موان ال ان دو اكس، ياك الشباب؟ وكيف ما كنعرف ان موان ال ان دو اكس كيساوي ليا هو ال ان ديال ان سيغ اكس، ياك الشباب؟ يعني سي كي ايكيفالون ان ان غيساوي ليا ال ان دو ان سيغ اكس، دونك باش نحيد هاد ال ان هذا غندخل ليكسبونونسيال، يعني ليكسبونونسيال دو ان يعني اللي هي او خص تساوي ليا ان سيغ اكس، دخلت الالين على ليكسبونونسيال او ليكسبونونسيال على الالين كيخرج لي داكشي اللي كاين لداخل، مفهوم؟ دونك
اكس شنو خصو يحقق ليا؟ خصو يساوي ليا 1 سيغ او. مفهوم الشباب؟ دونك في النقطة او اكس عندما كيساوي ليا 1 على او، راه اف سكوند كتساوي ليا 0. مفهوم الشباب؟ دونك خصني ندرس من بعد 1 سيغ او وقبل 1 سيغ او، حيت دابا 1 سيغ او راه اف سكوند تساوي 0، يعني خصني نشوف من بعد ومن قبل. دونك في هذا المجال هذا باش نقول تقريبا ان اف سكوند اكبر من الزيرو، يكفي انني نقول ان لا بارتي فوقانيه تكون اكبر او يساوي زيرو، يعني ان بلس ان دو اكس اكبر من الزيرو. ياك الشباب؟ حيتاش اصلا عندي هاد لا بارتي اللي لتحت راها بوزيتيف، بوزيتيف المجال كامل، هاد المجال اللي زيرو بلس انفيني راها بوزيتيف. عندي هادي او كاري اكس كيف ما بغى يكون غيكون موجب، وعندي هاد لا بارتي ديال ان موان ان دو اكس راها حتى هي بوزيتيف. مفهوم؟ اي عدد خديتيه غيكون على بويسونس 3 راه بوزيتيف في هذا المجال بالضبط. مفهوم الشباب؟ دونك باش تكون كيف ما قلنا اف سكوند اكبر من الزيرو، يعني ان بلس ال ان اكبر من الزيرو، يعني خص يكون كيف ما شفنا هنا راه اكس غادي تعطيني انها اكبر من ان سيغ او، يعني اكس اكبر من ان سيغ او. مفهوم الشباب؟ يعني من بعد النقطه، يعني من بعد ديك النقطه اللي غادي يساوي ليا اكس فيها ان سيغ او، راه اف غتكون بوزيتيف. مفهوم الشباب؟ وباش تكون اف سكوند تاع هي نيجاتيف، خص تكون اكس انفيريور ا ان سيغ او. مفهوم الشباب؟ دونك انطلاقا من هذا الشيء اللي استخلصنا، ان انا يمكن دابا نرسم جدول التغيرات ديال الداله اف سكوند. دونك عندي معرفه في المجال 0 حتى ل 1 سيغ او بلس لانفيني. مفهوم الشباب؟ وهنا اف سكوند كيف ما كنعرفوا انها في هذه النقطه كتنعدم ليا، من بعد كاين بلس او من قبل كاين موان. مفهوم الشباب؟ هذه هي اكس وهذه هي اف سكوند. دونك في هذه النقطه 1 سيغ او سيد اف او يقبل، او سيد اف يقبل نقطة انعطاف في النقطة ذات الاحداثيات ان سيغ او، يعني في النقطة ذات الاحداثيات او الافصول ان سيغ او، اف دو ان سيغ او راه هاد النقطة هادي كيف ما سميناها ا ولا بي ولا سي، راها نقطة انعطاف المنحنى سيد اف. مفهوم الشباب؟ نحسبو هاد اف دو ان سيغ او اش كتساوي ليا؟ هي ال ان ديال ان سيغ او سيغ ان موان ln ديال ان سيغ او، صافي تعطيني ليها هي موان زان، حيتاش هي موان ln دو او يعني موان زان سيغ ان موان، كيف ما موان زان موان زان صافي دو، يعني صافي ان، يعني ان بلس ان صافي دو، يعني موان زان دومي. مفهوم الشباب؟ يعني هاد النقطة غتساوي ليا افصولها هو واحد سيغ او، الارتوب ديالها اللي هو موان زان دومي. هاد النقط هادو مهمين، يعني ملي غادي نمشي ندير رسم السي دي اف، هاد النقط تاعهم مهمين خصني نحاول نسطر عليهم ملي كنجاوب، نحاول بحال المماسات باش كنبدا، وبهاد النقط ديال الانعطاف والمماسات الافقيه، يعني وهداك الشيء اللي كاين. دونك انطلاقا من هاد الشيء يمكن لي دابا رسم السي دي اف. ندوز دابا للرسم ديال السي دي اف. دونك رسم السي دي اف، السؤال الاخير اللي هو رسم سي دي اف، ولكن قبل طلبوا منا ولا نحسب اف دو 4. هاجا كاع نحسبوا دابا اف دو 4 نشوفوها ال ان دو 4 سور ان موان ال ان دو 4. هاد ال ان دو 4 خصني نحاول نحددها شحال كتساوي ليا، كتساوي لي اللي هي ال ان دو 4 سور هاد الان هادي يمكن لي نوضعها اللي هي ال ان دو او. ياك الشباب؟ ال ان دو او موان ال ان دو 4 اللي هي بلس ال ان دو 1 سور 4. ياك الشباب؟ باش نسهل عليا الحساب باش نعرف تعطيني شي حاجه اللي هي باينه، ln دو ا بلس ln دو بي هي ln دو ا فوا بي، يعني هي ln دو او سور 4، يعني كتساوي ليا هذا الشيء اللي كيساوي ليا اف دو 4. يعني باش نحدد هذا الشيء يعني خصني نمشي ندير الكالكولاتريس باش نحاول نحددها. ما عليناش، يمكن نحددها بالكالكولاتريس اللي غادي تساوي ليا تقريبا اللي هي موان 3.5. مهم؟ دونك رسمو الممسات ديال هاد الدالة هادي، خصني نحاول دابا نقادو داكشي. معليناش، دونك رسمو الرسم التقريبي هذا الشباب، ياك؟ دونك هذا هو
معلم متعامد منظم. المماسات الشباب، المماس الأول اللي عندي هو إكراك يساوي، أو بالأحرى من درسنا الاشتقاق في الزيرو، من درسنا الاشتقاق في الزيرو عطاني ذات الإحداثيات. موان زا بون نشوفها كتساوي ليا دونك في النقطة ذات الإحداثيات زيرو موان زا، كاين واحد المماس أفقي ياك الشباب، دونك اعتبرنا دابا هادي هي موان زا. دونك في هاد النقطة موان زا زيرو موان زا كاين واحد المماس أفقي هنايا كيف ما شفنا في الاشتقاق، يعني غيكون على هاد الشكل، يعني اف غتكون على هاد الشكل هذا، مفهوم؟ يعني تقبل نصف مماس عمودي، اسمحوا لي ماشي افقي، عمودي ياك الشباب. ومجال ديال التعريف كيف ما شفنا اللي هو زيرو او خارجه او بلس لانفيني ياك الشباب، يعني في النقطه او كاين واحد غير معرفه في او، يعني في الزيرو وفي الاو خارجه من خارجه لنا اف، مفهوم الشباب؟ دونك او تقريبا كيساوي ليا صافي 2 شي حاجه، دونك في هاد لابارتي هادي دونك انا غيكون واحد، انا اف غير معرفه هنا في هاد المجال هذا، او في هاد اكس يساوي ليا دونك ليميت عندما يؤول اكس لا بلس لانفيني عطاتنا موان زا، يعني كاين واحد المقارب هنايا ايكغيك يساوي موان زا، هذا هو المقارب ياك الشباب. عندما يؤول الى بلس انفيني كيساوي موان زا، يعني غير على هذا الشكل هذا، او من الاسفل كيف ما مجدو انطلاقا من جدول التغير لقينا بان اف تزايديه، يعني مش تناقصيه، كون كانت تناقصيه يعني غتكون غيكون الفوق، دابا اف عندنا حنا راه تزايديه، مفهوم؟ تزايديه ما بين او و بلس انفيني، يعني على هذا الشكل هذا، وانطلاقا من جدول التغيرات كيف ما شفنا ان اف تزايديه قطعا ما بين 0 او تزايديه، او بلس انفيني تاهي تزايديه، ليميت بلس انفيني عطاتني هي موان زا، ليميت في او بلس عطاتني هي موان لانفيني، وليميت في او عطاتني هي بلس لانفيني، وليميت في 0 عطاتني هي موان زا، مفهوم؟ انطلاقا من هاد المحدات هادو يمكن دابا نحدد رسم الداله كيفاش داير. كيف ما قلنا بان في بلس انفيني عطاتني هي موان زا، ها هو مقارب افقي، او بلس عطاتني موان لانفيني حتى هي غيكون مقارب، يعني هاد او هذا غيكون كشكل مقارب، يعني على هاد الشكل هذا، مفهوم الشباب؟ وما بين زيرو او او، يعني في هاد لابارتي هادي في زيرو بلس عطاتني هي موان زا، او بالاحرى كيف ما حسبنا اف او عطاونا اف دو زيرو كتساوي موان زا، يعني ومتصله في هاد النقطه وتقبلوا نصف مماس، يعني على هذا الشكل، يعني غتبدا ليا من على هذا الشكل هذا، وعندي واحد المماس، او عندي واحد واحد المعادله ديال واحد المماس كتساوي اكس موان زا، مفهوم؟ رسم هذه المعادله، رسم هذه المماس هذه اللي كيساوي لي اكغي كتساوي اكس موان زا، الا عوض اكس بالزيرو غيعطيني اكغي كيساوي موان زا، يعني غيبدا ليا من هنا، عوضت بلو ان غيعطيني زيرو، يعني غيدوز من هنا، الا اعتبرت هذه هي ان وهكا غدا، عوضت بلو دو صافي ان، يعني دو صافي ان، يعني هذا الشكل هذا، يعني على شكل الشباب. المهم هذا هو المعادلة ديال هاد المماس هذا، كيف ما قلنا في او في اليسار عطني بلس لانفيني، يعني غتجي من هاد لابارتي ديال او، هادي هي او على هاد الشكل، وهنا هاد المعادلة ديال المماس في النقطة كيف ما حسبنا في النقطة واحد، يعني في هاد النقطة غيكون واحد المماس هنا، هنا غيكون على هاد الشكل هذا، غيكون المماس في النقطة ديال الإحداثيات كيف ما شفنا اللي هي أن زيرو إف دو أن عطاتني اللي هي زيرو، مفهوم؟ ديجا هادشي اللي حسبناه في ليكزارسيس، وهنا غيكون على هاد الشكل هذا، هادي ديرها، هذا غير رسم تقريبي. دونك هنا مماس عمودي لا تقبل غير قابل للاشتقاق في هاد النقطة، نصف مماس هنا، مماس المعادلة ديالو اللي هو إكغي كتساوي إكس موان زا، وفي ليميت في أو في اليسار ديالو عطاتني ليا بلس لانفيني، وليميت في أو بلس عطاتني ليا موان لانفيني، وليميت في بلس لانفيني عطاتني ليا هي موان زا، مفهوم؟ يعني سيت إف على هاد الشكل هذا.
دونك هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة اللي عندنا. نتمنى يكون هذا الفيديو مفهوم. المهم إذا كان شي حاجة ما مفهوماش يمكن لكم تخلوها في التعليق، شي حاجة ما واضحة، شي حاجة ما بيناش، وعطوني الآراء ديالكم في لي زيكزيرسيس، واش واضحين شوية، ما باينينش، النيفو ناقص، النيفو طالع، باش نعرف شنو كندير. الشباب راه الآراء ديالكم مهمة بالنسبة ليا، باش نحاول نونجوندري داكشي يكون باين. المهم الشباب نتمنى هذا الفيديو يكون مفهوم. الى فيديو ان شاء الله جديد، يقدر يكون غدا ولا بعده ان شاء الله تعالى، غندير واحد التمرين اخر بخصوص الالين ولا الاكسبونونسيال، فيه تا هو هذا الشيء كامل ديال الدراسات الداله. والسلام عليكم.